سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. يا كتابي يا أنيسي خير جليس في الأنام، كل يوم أنت جنبي. بمناسبة الصالون الدولي للكتاب بالجزائر العاصمة، رامي يدعوكم لحفل كبير مع عمو يزيد، وهذا يوم السبت 10 نوفمبر على الواحدة مساء بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالعاصمة. قلمي قلمي صغير الحجم، ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. يوزع على الحضور مجانا آخر إنتاج لعمو يزيد، قرص فيه 32 أغنية مع كتيب للكلمات. عندي علبات ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. كونوا في الموعد. علبات ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما ورد البستان. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد، حمل التطبيق في البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل والتفعيل اكتشف كل الحصص، كل الحفلات، كل اللقاءات الصحفية وأكثر.